في الفيديو ده هنكمل مع بعض سلسلة شرح برنامج سكراتش، وهنركز في الفيديو على الباك دروبس والكاستيومز، يعني الخلفية بتاعت المنصة اللي بنسميها ستيج اللي هي باك جراوند يعني، ومظاهر كل كائن اللي هو سبرايت ليه أكتر من كاستيومز أو مظهر. لما بفتح البرنامج بتاع سكراتش بيجيب لي بشكل افتراضي الكات كسبرايت ديفولت أو افتراضي. عشان ابدا اتعامل معاها او افهم يعني ايه سبرايت، بلاحظ ان هنا سبرايت ستيج او المنصه دي او البانل، بلاحظ فيه شكل السبرايت واخد اسم سبرايت 1، وفي اي بتعبر عن انفورميشن او المعلومات بتاعت السبرايت. اول حاجه هنا اسم السبرايت او الكائن بتاعي ده بسميه هنا اخد اسم سبرايت 1. بلاحظ هنا مكانه على المحور اكس السيني او الصادي 00 طبعا بالنسبه للمنصه، واحنا اتكلمنا في ده في الفيديو الاولاني. هنتكلم كمان عن الدايركشن بتاعي، الاتجاه بتاع الحركه بتاع الكائن بتاعي. بلاحظ ان هنا عندي بتحكم في الروتيشن مرتبطه طبعا في الدايركشن بتاعي. على سبيل المثال هنا انا بألزمت الروتيشن بتاعي او الحركه بتاعتي الاستداره بتاعتي شمال ويمين فقط، مفيش فري، مفيش ميلان بزاويه معينه، يا اما شمال واما يمين من خلال السهم اللي فيه دبل ايرو بالشكل ده. طيب عندي كمان فري روتيت استدارة حرة بالشكل ده، ممكن احرك الكائن في اي اتجاه بالشكل ده، او اقول له نو روتيت، بخلي ما فيش اي استدارة، الكائن ما يتحركش ولا يميلش بالشكل ده. طبعا هنا روتيشن ستايل هنا في الحالة دي، ممكن اجي اغيرها من هنا يدويا او من خلال سكريبت عندي، او من خلال يعني البلوك بتاعتي هنا. في الحالة دي لما بحدد الكائن ممكن اختار بالشكل ده واقول له ليفت ورايت، ولا دونت روتيت، ولا اول راوند، برضو كل الخيارات موجودة عندي. هنا بقول لي كان دراج ان بلاير، ممكن اثناء التشغيل الشخص يعمل له دراج. على سبيل المثال لما هعمل فول سكرين بالشكل ده، اثناء التشغيل بسمح بتحريك السبرايت بتاعي، دي حاله. الحاله الثانيه ان انا اقول له لا، ما تخليش حد يقدر يحركه اثناء التشغيل، لو ضغطت بالماوس كليك اند دراج بلاحظ ان مش هقدر اعدل موضوعه لان فصلتها. شو يعني بخفيه واظهره. هنا الكائن مختفي، لو جيت اعرض هلاقيه مختفي، ممكن بعد كده اعمل له سكريبت يظهر في وقت معين، يعني ممكن انا بعد كده هعمل له بلوكس من دي واقول له اظهره لي في شكل معين بالنسبه للوكس بالشكل ده، بعد كده اقول له اعمل لي شو، يعني يظهر ويختفي من خلال البلوكس او من خلال السكريبتات بتاعتي. لكن هنا بشكل افتراضي ممكن اخليه ظاهر او مختفي من خلال الشيك بوكس شو. ده بالنسبه طبعا للسبرايت المحدد. لو حبيت اضيف سبرايت جديد فبلاحظ هنا نيو سبرايت ايكون، هنا بقول لي شوز سبرايت فروم لايبراري، ممكن كمان هنا بقول لي بنت نيو سبرايت، ارسم سبرايت جديد، ممكن هنا بيقول لي كمان ابلود سبرايت فروم فايل، ادرجه من خلال او حمله من خلال ملف. ولو عندي كاميرا كمان ممكن القط بيها سبرايت او صوره، سبرايت يعني صوره، يعني كلمه سبرايت معناها كائن، يعني صوره، صوره الكات على سبيل المثال. طيب ده بالنسبه لنيو سبرايت فروم لايبراري، بضغط كده بلاحظ هجيب البنانة على سبيل المثال واضغط اوكي، ممكن احدد الاثنين مع بعض هنا من خلال امر وليكن شيفت، حددت البول والبنانة مرة واحدة وبقول اوكي، بلاحظ ان انا قدرت اضيف الشكلين دول. السبرايت البنانة بمجرد ما بحدده بيتحدد عندي هنا، اي سكريبتس او كاستيومز او مظاهر او ساوند خاصة طبعا بالمحدد اللي هو البنانة في الحالة دي. بلاحظ على سبيل المثال ان الكاستيومز او المظاهر الموجودة بالنسبة للبنانة مفيش غير واحد بس. طب بالنسبة للكات على سبيل المثال لو حددت الكات بالشكل ده، بلاحظ هنا اتنين كاستيومز بقدر ابدل بينهم، يديني ايحاء ب walking in place او المشي في المكان. طب بالنسبة للسبرايت الاخر اللي هو البول، بلاحظ ان ليه اكتر من كاستيوم، في خمسة كاستيوم بالشكل ده خاصين بالبول. اذا كل كائن ممكن يكون ليه اكتر من كاستيوم، ممكن اعمل ليه، لكن في كائن ملوش الا كاستيوم واحد، وفي سبرايت ليه اتنين، وفي اكتر، وهكذا. طيب ازاي اتحكم في الكاستيومز دي بقى او المظاهر دي بقى؟ بمجرد ما بحدد طبعا السبرايت من السبرايت بانل، بلاحظ ان كلمة كاستيومز بتتعدل عندي محتوياتها بحسب الكائن المحدد. ممكن احذف الكاستيوم ده او المظهر ده، ممكن اعمل دوبليكيشن او نسخ للكاستيوم كده، ممكن اعمل له تعديل من خلال البينت او الرسام بالشكل ده، اعمل له فيل كلر وليكن اللون ده بالشكل ده، فعملت تعديل. ممكن اعمل كلير احذفه بتاتا وابتدي ارسم انا مظهر اخر ب
بالشكل دوت. ممكن اعمل امبورت واجيب واستورد صورة اخرى تكون احد مظاهر الكرة او البول بتاعتي. ده بالنسبة للكاستيومز والتعامل معها من خلال تحديدها. طيب انا هتعامل معها من خلال السكريبت او البلوكس ازاي؟ من خلال اوامر. من خلال اوامر لو انا جيت في السكريبت وهلاحظ ان عندي هنا لوكس. لوكس هنا بيقول لي مثلا تعديل مظهر الكائن، يقول هل له لمدة مثلا ثانيتين. انا اللي بيهمني هنا غير شو هايد اللي اتكلمنا عنهم، نيكست كاستيوم. نيكست كاستيوم يعني يبدل الى المظهر التالي. طبعا هنا لو جيت حددت السبرايت الاولاني اللي هو الكات، بلاحظ ان ليه 2 كاستيوم بالشكل ده. ابدل بينهم ازاي؟ من خلال السكريبت. ممكن اقول له اديني النيكست كاستيوم بالشكل ده، بيبدا يبدل بينهم. طيب لو انا محدد البول على سبيل المثال وقلت له نيكست كاستيوم، بلاحظ ان بيبدا يبدل بين المظاهر المتعدده الموجوده للبول او للكره بتاعتي. اما لو حددت انا هنا البنانه وهقول له نيكست كاستيوم، هلاحظ ان مفيش لان ملوش. يبقى مش كل الكائنات ليها، لكن كل الكائنات السبرايتس اقدر اعمل لها واضيف ليها. يبقى من خلال السبرايت بانل ممكن ابدل بين السبرايتس الموجوده. وكمان عندي السكريبتات ابدا. طبعا بلاحظ ان انا لو حطيت هنا سكريبت خاص بالسبرايت المحدد، لو حددت السبرايت بلاحظ ان هنا اي سكريبت هيتحط هنا خاص بالسبرايت المحدد. طيب بنيجي للاصوات. التاب التالتة بلاحظ ان لما ادركت الكات فيه مدرج معاها بشكل افتراضي صوت اسمه مياو. ممكن في الحالة دي اعدل الاسم، ممكن اعدل ازود الفوليوم او اقلله بالشكل ده. ممكن اعمل افكتس تأثيرات، هنشوف طبعا في فيديو مخصوص التعامل مع الساوند او الاصوات. لكن بيهمني هنا في السكريبت ازاي اتعامل مع الاصوات من خلال جروب اللي اسمه ساوند. ممكن اقول له بلاي ساوند، شغل الساوند اللي اسمه مياو. برضو ده ممكن، يعني الساوند بظبطه من خلال التاب اللي اسمها ساوند، وبتعامل معاه من خلال السكريبتات من خلال الجروب اللي اسمه ساوند. وهنشوف ده طبعا في دروس عملية كتير. لكن هنتكلم في بعد كده عن الباك جراوند بتاعت اللي بنسميها باك دروب. الباك دروب بالحالة دي اسمها ستيج، هي الخلفية، وهي بشكل افتراضي هي الوايت باك جراوند او الخلفية البيضاء اللي بشتغل معاها. بمجرد ما حددتها بلاحظ ان هنا كان عندي كاستيومز اتحولت لباك دروبز. لما اتحولت للباك دروبز عشان اتعامل مع الستيج او المنصة بتاعتي برضو من خلال برنامج البينت او الرسام، ومن خلال بلاحظ نفس الادوات اللي كانت موجودة في بالنسبة للسبرايت نيو سبرايت، نفس الادوات لكن بقى اسمها نيو باك دروب. ممكن استورد صورة، اعمل تشوز فروم لايبراري بالشكل ده، واختار اي خلفية على سبيل المثال بيدروم 1 واضغط اوكي. في الحالة دي تم ادراج الصورة دي كخلفية واسمها باك دروب. لكن بلاحظ ان هي استاتيك، مش بقدر احركها، لكن بقدر احرك السبرايتس من فوقها بالشكل دوت. اما الباك دروب مش بقدر اغيرها احركها اقصد. طيب ممكن اضيف اكتر من باك دروب، ممكن اضيف بيدروم 1 زي ما قلنا، اختار بيدروم 2 بالشكل ده، ضفت 2 بالاضافة للي كانت موجودة اللي هي البيضة او الوايت باك دروب. ممكن احذفها بالشكل ده. احذفها ازاي؟ بطريقه اما بطريقه المقص، بحذفها زي حذف الكائنات، او ممكن اعمل كليك يمين واختار ديليت، او من خلال اكس هنا بعمل ديليت، او احددها ومن لوحه المفاتيح. كل ده طرق لحذف الخلفيه. التعامل بقى معاها الباك دروب ازاي؟ من خلال البنت او الرسام ممكن يدي لي هنا بعض التعديلات في الالوان، ممكن اعدل مانيوال بشكل يدوي. ممكن عندي ادوات كمان لفليب انعكاس على المحور الهوريزونتال، يعني رايت وليفت وليفت ورايت بالشكل ده، بعمل انعكاس ليها. وطبعا ده افقي، وعندي انعكاس اخر اب وداون اللي هو فيرتيكال او على المحور الرأسي. ممكن برضو ابدل بين الباك دروبس دي من خلال السكريبتات. اجيب السكريبت وبختار في الحالة دي لوكس المظاهر، والاحظ ان هنا سويتش باك جراوند تو، بدل باك جراوند لاسم الباك جراوند اللي انا عارفها او الباك دروب يعني اللي انا عارفها. او اقول له هنا نيكست باك دروب، ممكن اجيب نيكست باك دروب، يبدا هنا كل مثلا كليك. طبعا لو انا غيرت الايفنت الحدث بتاعه قلت له وين كليك، لما اضغط على السهم بضغط كده، مجرد ما بضغط بلاحظ ان بيبدا يبدل بين الباك جراوند اللي او الباك دروب اللي موجوده عندي. ممكن كمان اعمل بعض التاثيرات، يعني ممكن اعمل تاثيرات مثلا نغير الكلر افكت، بجيب الالوان. طبعا بجيب الالوان هنا
انا بلاحظ ان انا محدد السبرايت فتم تطبيق على السبرايت. اما لو انا محدد الباك دروب بالشكل ده بلاحظ ان التحديد بيفرق معايا مهم جدا، بيطبق ده على المحدد. احذف كل التعديلات اللي عملتها كلير جرافيك افكت بالنسبه برضو للسبرايت بحدده، ممكن احذف بالنسبه لللوكس اللي انا عملتها اعمل كلير جرافيك افكتس يرجعه لاصله. وبكده خدنا فكرة عن الستيج باك دروب والكاستيومز. نشترك في القناة ونتابع الفيديوهات الجاية.